الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هل تعلمون نسبة البحر إلى البر على الأرض؟ يقول العلماء إن مساحة البحار بالنسبة لمساحة الكرة الأرضية كاملة يقدر ب71%. إذن مساحة البحار 71%، احفظوا هذا الرقم. مساحة البر أو اليابسة 29%، احفظوا هذين الرقمين 71 و29. دعونا نذهب إلى القرآن. نحن نعلم أن الذي خلق البحر هو الذي أنزل القرآن. دعوني أبحث معكم عن عدد كلمات البحر في القرآن. نجد البحر منفردة ذكرت في 32 آية، إذن 32. عدد كلمات البر واليابسة 13. البر واليابسة في القرآن عددها 13، إذن أصبح المجموع 45. إذن أيها الأحبة، النسبة كاملة لكلمات البر والبحر 45، يعني هذه النسبة 100%. دعوني أبحث عن نسبة البر في القرآن ونسبة البحر في القرآن. دعوني أبدأ بنسبة البحر في القرآن. النسبة الكاملة قلنا كم؟ أو العدد الكامل 45%، أو 45 مرة عفوا. كلمات البر والبحر واليبس 45 مرة. كلمات البحر 32 منفردة كما قلنا. 32 تقسيم 45 يساوي بالضبط 71%، سبحان الله، وهي نسبة البحر في الحقيقة. طيب كم نسبة البر واليابسة في القرآن؟ قلنا النسبة الكاملة هي 45 المجموع، يعني أقسم عدد كلمات البر واليابسة وهو 32 على العدد الكلي وهو 45، عفوا نقسم عدد كلمات البر واليبس أي العدد 13 على العدد الكلي نسبة الكاملة وهي 45، فتكون النتيجة 29%. سبحان الله، إذا نسبة البر في القرآن 29 ونسبة البحر في القرآن 71، نفس النسبة تماما على الواقع. من يستطيع أن يضبط هذه النسب إلا الذي خلق البحر وأنزل القرآن وقال فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟